احنا واحنا بنتكلم عن الادمان بنتكلم عن حاجة اسمها المواد. المواد ليه؟ لان مش كل دواء بيبقى عليه ادمان. احيانا بتبقى حاجات مش ادوية خالص، الورنيش، الكلة، الدوكو، المانيكير اللي بتحطه البنات، كل دي مواد وخط تعمل ادمان، والبنزين وحاجات كتيرة جدا. عشان كده الكلمة بتاع السبسنس ادق كثير من الكلمة بتاع الدراكس. انا مش شايف حاجة. كويس. الاول كلمة سبسنس يوز ديس اوردر دي تنقسم الى نوعين كبار. ده مش كلام علمي قوي ولكنه كلام مفيد عمليا واكلينيكيا جدا. احنا عندنا كلمتين لازم نعرف الفرق بينهم، كلمة الادمان وكلمة التعود. الادمان ده معناه وجود اربع شروط محددة. اول شرط فيهم اسمه اللهفة. واللهفة دي يعني ايه؟ يعني الرغبة الشديدة. يعني انا دلوقتي حالا عايز اخد الحاجة دي، ما أقدر. مش مجرد ان انا عايزها، لا، ده انا عايزها بقوة. دي اسمها اللهفة، ارج. تاني حاجة ان المادة دي لما باخدها باخدها ليه؟ لان انا معتمد عليها نفسيا وجسديا. نفسيا يعني مزاجي ما بيتظبطش غير بيها، وجسديا يعني مثلا ما بعرفش انام غير بيها، وما بعرفش اصحصح غير بيها، ما بعرفش اشتغل غير بيها، ما بعرفش افكر غير بيها. ده اسمه الاعتماد النفسي والجسد. تالت حاجة، حاجة اسمها التحمل، اللي هو ان انا بضطر ان انا ازود المادة عشان احصل على نفس التأثير، مش عشان احصل على تأثير اكتر. يعني نفس التأثير اللي كنت باخده من كمية قليلة، لما بزود الكمية بحصل على نفس التأثير السابق. ورابع حاجة اللي هي الاعراض الانسحابية، اللي هي لما بوقف في المادة جسمي بيشتكي ونفسيتي بتشتكي. دي اسمها الاعراض الانسحابية، ويمكن ده كلام كل الناس عارفاه بس انا بقوله لان هو كلام مهم. المثال الواضح على الكلام ده هو ايه؟ هو الهيروين ومشتقاته، المورفينات ومشتقاتها. طيب امال ايه التعود؟ التعود ينطبق عليه اللي هي هابيتويشن، ينطبق عليه نفس الشروط الأربعة ولكن باختلافات. أول اختلاف ما عنديش لهفة لكن عندي رغبة. برضو عشان أوضح يعني إيه رغبة، إحنا كلنا عندنا تعود على مواد، ما أهمها المواد التي تحتوي على مادة الكافيين. ناس كتير من اللي قاعدة هنا محتاجة تاخد كافيين في شاي، قهوة، كاكاو، شوكولاتة، نسكافيه، أي حاجة من الحاجات. فانا بقى عندي الرغبة لكن ما عنديش اللهفة. يعني انا لو صحيت متأخر وانا لازم اشرب فنجان قهوة كل يوم الصبح، خلاص مش هشرب، هشرب بعدين. لكن في الـ في الـ في الـ في, الـ في الادمان لا، لازم حالا اخد الحاجة. الحاجة التانية، طب يا ترى في اعتماد نفسي وجسدي؟ ايوة، في اعتماد نفسي وجسدي ولكن مش عنيف. ازاي؟ يعني انا لما باخدها بصحصح. طبعا دي تجربة كل الناس اللي حاضرين او غالبيتهم يعني عندهم القصة دي. جسمي بيبقى تعبان بفوق زي ما بيحصل اثناء المذاكرة مثلا. كل شوية الواحد يعمل فنجان قهوة او فنجان شاي او كوباية شاي عشان كده، عشان يفوق يركز. يبقى في اعتماد نفسي وجسدي ولكن بسيط. طب هل يوجد تحمل؟ لا. يعني انا مش بشرب مثلا، مش بشرب كوباية شاي وبعدين كوبايتين وبعدين براد وبعدين ترمس، لا، ما بيحصلش كده. هي كوباية شاي هي كوباية شاي. الحاجة الرابعة، هل في اعراض انسحابية؟ ايوة، في اعراض انسحابية ولكنها ليست عنيفة، بدليل بسيط جدا ان في اول ايام رمضان الناس بيجيلها صداع، الناس بتبقى نعسانة. طب ما دي اعراض انسحابية، صحيح ما بتقعدش فترة طويلة ولكنها بتبقى موجودة. يعني الاربع شروط دول برضو في التعود لازم يكونوا موجودين. ده تعريف علمي. انا هقول لكم كمان شوية ان في تعريف عملي للادمان. طبعا بنعرف ازاي المدمن؟ ان بيحصل تغير فيه، تغير في شخصيته. كان مؤدب ما بقاش مؤدب، كان بيصلي بطل يصلي، كان مثلا بيجيب نتائج كويسة ما بقاش يجيب، وبالتالي بيهمل العمل، بيهمل الدراسة. في حاجات بتضيع من البيت فجأة كده، ما نعرفش راح فين، مثلا الانسيال بتاع اخته محدش عارف،
بيصرف مبالغ كبيرة دون تبرير، وحاجة اسمها الأفلمة. الأفلمة يعني يجيد اختلاق القصص، القصص دي اللي بناء عليها بياخد فلوس. طيب برضو أنا عايز أسأل سؤال، هل ممكن من رؤية واحد مدمن إن أنا أعرف إن هو مدمن؟ في للأسف إن ده مفهوم موجود عند الكثيرين، يعتقدوا إن المدمن بيبان زي ما بيبينوه في الأفلام، واحد ماشي يتطوح، ماشي بيقع كل شوية، بيخطرف في الكلام. لا، المدمن بيبقى طبيعي جدا إلا في حالتين، لو زود، لو ما خدش اللي بياخده، أو لو زود الكمية. في الحالتين دول فقط اللي بيبقى مش طبيعي، وعشان كده بيخدع. يعني في بعض البنات يعني بيتقدم لهم واحد مدمن، تقول لك لا ده مش مدمن، ده طبيعي جدا. هو طبيعي جدا طول ما هو واخد، طول ما هو واخد الجرعة بتاعته، وهو بياخد الجرعة بتاعته عشان يبقى طبيعي او عشان يبان انه طبيعي. في ناس كتير من اللي بتؤدي اعمال فنية بتعملها تحت تأثير مواد مخدرة، واحنا ما بنكتشفش كده، ولكن فجأة يحصل حاجات مختلفة. الحاجات المختلفة دي انه فجأة كده مثلا يقوم سايبها، غايب نص ساعة ولا ساعة، وبعدين يظهر. لما يظهر كنت فين، يألف اي حكاية. هو كان رايح ياخد المادة لانه حس ان هو ابتدى يضطرب او ابتدى يحصل له الخلل. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان انا ما اقدرش احكم على واحد، خصوصا لو انا بعرفه معرفة بسيطة، مش بعرفه بعمق، مش عايش معاه في البيت. يعني مثلا البنت اللي كانت مخطوبة لواحد مدمن، لما بتتجوز بتعرف ان هو مدمن، بتلاقيه في حاجات مش طبيعية مش قادرة تفسر. لكن طول ما هو خطبها بيقعد معها ساعة كل اسبوع ولا وقت اقل او اكتر، مش ممكن انها تعرف كده. فالادمان لا يظهر الا في اوقات معينة، وده حاجة عكس الناس فهمها. الناس فهمة انه طول الوقت بيهرتل، لا ده بالعكس، ده جايز يكون في وضع افضل كمان، جايز يكون دمه خفيف، جايز يكون بيعرف يتكلم، جايز يعرف يمدح، جايز يعرف يكسب الناس وهو تحت تأثير هذه المادة. طيب الكلام اللي انا عايز اقوله ده بقى، يمكن ده الكلام المهم. احنا قلنا تعريف علمي، ننسى التعريف العلمي لان ده مش مهم دلوقتي. عندنا تعريف عملي، ازاي نعرف المدمن. المدمن اللي بيصحى الصبح في مخه سؤالين اتنين، هجيب الفلوس منين وهاخد ايه النهارده، ده المدمن. طب تعالوا نشوف المدمن بيجيب فلوسه منين. اللي بيخش في الادمان عادة واحد معاه فلوس، اصلا معاه فلوس ازاي، وارث بيكسب مرتبه كبير. الاصل ان هو الغالبية اللي بيخشوا في عالم الادمان ناس عندها القدرة المادية الكبيرة، بيفضل يصرف يصرف يصرف، وهنا مفيش مشاكل، مش ما عندوش مشاكل في حاجة، معاه فلوس ويقدر يجيب الحاجة. طيب بعد شوية خلصت الفلوس، لان خد من التل ايه، يختل. فبيبتدي يفكر، طب اعمل ايه؟ يبتدي يفكر انه يبيع حاجاته هو. خلي بالكم ان دي مهمة جدا، مش حاجات الناس التانية. ليه؟ طب ليه؟ لانه مش عايز حد يكشفه. حاجاته هو يعني ايه؟ يعني انا عندي اتنين موبايل ابيع واحد، عندي عربية كبيرة ابيعها واجيب عربية صغيرة، خلاص. بعد كده خلصت الحاجات اللي ممكن ابيعها، ببتدي افكر على ان انا ابيع حاجات مش بتاعتي بس تنتمي لناس بيحبوني او حيداروا علي. يعني ايه؟ يعني مش باخد من اي حد، لا ده انا باخد مثلا الحلق بتاع امي، اقعد كده اراقب امي شوية كويس، واكتشف انها في حلق معين هي ما بتستخدموش الا كل فين وفين. هو طبعا مش واخد باله ان الستات بتاخد بالها من حاجاتها قوي، حتى لو كانت حاجة فسفوسية كده، بس ايه، بس بتعرف، فهتعرف ان هو خده، بس مش هتعرف في ساعتها. فبياخد حاجات من البيت يبيعها، خلاص، من اخته، من عمته، من اي حد من المخربين. طيب بعد كده خلص كل الحاجات، يعني باع حاجاته هو الاول عشان ما يكشفش، ثم باع حاجات تخص ناس مش هيفضحوه، هيعمل ايه بعد كده؟ بعد كده هيلجأ للسلف. يعني ايه السلف؟ السلف يعني اروح اقول لحد إيه، انا محتاج فلوس فيديني. بس السلف عمره قصير. ليه؟
لان اللي بيسلف عايز فلوسه ترجع له وانا مش هقدر ارجع له. فهو كل شوية يدور على حد جديد ما خدش منه قبل كده ويروح له بقصة حقيقية او وهمية. الافضل انها تكون قصة حقيقية. يعني ايه؟ يعني بدل ما اقول له مثلا ابويا عيان وفي المستشفى ومعهوش فلوس وهو مكسوف يجي يقول لك، لو انا قلت له كده وهيقول لي طب اروح ازور ابوك، لا مش في المستشفى، عارف ان انا كذاب، لا ده انا ابويا في المستشفى فعلا. يعني انا بختلق قصة لها بعض الحقيقة اللي هو يعني بيستغلها. خلاص؟ وبعدين ما بردش فخلاص كل المصادر اللي بتسلفني بطلت تسلفني. فبيعمل ايه؟ بيعمل حاجة اسمها الخطار. القطر يعني ايه؟ اللي هي المشاركة. ان انا معايا مثلا 50 جنيه وزميلي ده معاه 20 جنيه والتالت معاه 70 جنيه، ناخدهم ونجيب ونوزع بالنسب مثلا اللي احنا دفعنا بيها او كده. خلاص؟ طيب بعد كده خلاص هما كلهم ما بقاش معاهم فلوس، نعمل ايه بقى؟ بيخش لعالم الجريمة. هو اصلا انا بكلم على المدمن الكلاسيكي، مش المدمن اللي هو اصلا عنده مشكلة عضوية او نفسية او اضطراب في الشخصية، لا المدمن الطبيعي خالص. هل شخصيته بتتغير؟ ايوه. واحنا عندنا تشخيص اسمه اضطرابات الشخصية. اضطرابات الشخصية ده بنقول ان الواحد من صغره هو كده، لا ده المدمن ممكن يتحول الى مضطرب شخصيا نتيجة الادمان اللي احنا بنسميها secondary personality disorder. طيب فاعمل ايه؟ فابتدي جريمة. يعني ايه؟ يعني انصب، يعني اسرق، يعني اخطف شنطة واحدة. طبعا زي ما بقول دايما ان اغبى اخترعه البشر هو شنطة الستات اللي بتمشي بيها في الشارع دي. ليه؟ لان انت بتقول للحرامي يا عم انت لو عايز تاخد الفلوس بتاعتها كلها هنا، الذهب بتاعها كله هنا، النظارة هنا، الموبايل هنا، يعني انت مسهل له الحكاية، مش هيقعد يدور. فهو فعلا اختراع غبي، ولكنه بيستغله بقى، المدمن بيستغل القصة دي. فتلاقي مثلا واحد اتنين بموتوسيكل بيجروا ومخطفين الشنطة من واحدة، زي ما انتم بتسمعوا القصص اللي بتستمع دي. بس الجريمة برضو عمرها قصير. يعني ايه عمرها قصير؟ لان انا يا اما هتعاقب، هكتشف، خلاص؟ فمش هقدر امشي في السكة دي كتير. فلازم ادور على حاجة تانية. اعمل ايه بقى؟ بعد ما خلي بالك المجرم مش اصله، المدمن مش اصله مجرم. الا المجرم اصلا، يعني في مجرم اصلا تحاول خد ادمان، ده قصة تانية. انا بكلم على المدمن الكلاسيكي اللي احنا بنشوفه معظمه يعني. فانا بعمل كده، بعمل بعد كده ايه؟ بعد كده ادور على واحد غني ادخله في الادمان، احببه في الادمان. يعني ايه؟ يعني هبتدي الدايره من جديد. يعني احنا ابتدينا الدايره بواحد غني، فهنرجع تاني لواحد غني. طب ازاي ادخله، احببه في الحاجه واتحول انا الى ديلر؟ يعني انا اللي بجيب له ماده الادمان. هتقولي هو دي صعبه؟ اقول لك انا لو خدت اي واحد فيكم دلوقتي وقلت له بص البودره تمنها كذا، خد الفلوس اهي وبتتباع في الكشك اللي قصادك ده، عايزك تروح تجيب لي بودره، هيعرف يجيب؟ لا طبعا، لان لها كلمه سر، لان الراجل مش هيديه غير لما يطمن، مش كده؟ فالقصه كده انا بعتمد على ان هو ما عندوش خبره وباخد منه يعني بفلوسه بجيب الكمية اللي تخليني انا اخد كيف بتاعي واديله هو حتة. خلاص؟ طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الدايرة لن تنتهي. ان الدايرة لفت تاني، ابتدينا تاني بواحد غني، كويس؟ وهنمشي في نفس الخطوات، وخضر عدد الناس اللي المدمن بيحولهم لمدمنين في حياته من 5 لـ10 اشخاص. يعني كمان بتزيد الدايرة. يعني دي مشكلة كمان لازم نحطها في اعتبار، ان عدد المدمنين هيزيد لان انا اللي هدخلهم. وهي في الاول بتبقى حاجة جميلة، يعني حاجة بتحسسني بمتعة ما حسيتهاش قبل كده ابدا، فببقى مبسوط وانا بعمل الحاجة. خلاص؟ دي واحدة. تاني حاجة ان انا خدت مزاجي. عشان كده برضو من ضمن الحاجات اللي نستخلصها من هذا الكلام ايه؟
ان انا ما اقدرش اقول لك ان انا همنع الفلوس عن الشخص ده. طبعا ده تفكير بيبقى غبي، لانك انت لما بتيجي تمنع الفلوس بيكون خلاص هو دخل لاعماق الفكره، يعني خلاص بقى مدمن. المدمن مش هيغلب انه يجيب فلوس خالص، مفيش مدمن بيغلب انه يجيب فلوس. هيجيب فلوس، هيجيب فلوس، لان ده هو ده السؤال الاول، لان ده حياته. انا حياتي ان انا عايش مرتبط بالماده دي، طالما ان انا مرتبط بالماده دي، الماده دي ما بتجيش غير بالفلوس، يبقى لازم يبقى معايا فلوس. بشغل كل قدراتي وذكائي وعلاقاتي وثقافتي، كل حاجه عشان توصلني للقصه دي. يبقى ده السؤال الاول اللي يخليني اعرف ان الشخص ده مدمن ولا لا. طيب السؤال الثاني، ايه هي مواد الادمان؟ اول ماده ادمان اللي هي النيكوتين، اللي هو السجاير والنرجيله والشيشه والكلام ده. طيب ويقال ان ايه، ان التدخين هو البوابه الملكيه للادمان، فهل هذا حقيقي؟ الاجابه لا، ده مش حقيقي. هو حقيقي لو انت بصيت عليها من ناحيه المدمنين، لكن لو بصيت عليها من ناحيه المدخنين مش هتلاقيها حقيقي، لان معظم المدخنين ما بيتحولوش لمدمنين، لكن المدمنين معظمهم كانوا مدخنين. يعني مثلا 98% من الناس اللي بتاخد بودرة مدخنين، فالنسبة عالية فعلا لو انت بصيت من ناحية المدمنين. لكنه مسألة انه البوابة الملكية للإدمان طبعا لا، بس هو بيشير الى حاجة، بيشير الى ان الشخص ده يبحث عن متع غير تقليدية. فلما بيبحث عن متع غير تقليدية، النيكوتين واحدة منها. طب المدمن المدخن اللي هيبقى مدمن، هل لهم خصائص؟ اهم خصية انه يدخن في سن مبكرة جدا، بدري قوي، بيبتدي بدري قوي يدخن. تلاقي قبل 10 سنين بيدخن. بيدخن منين؟ بياخد مثلا ابوه بيشرب سجاير، فابوه طبعا بيبقاش حتة في السجارة، يعني كده ما حدش بيخلص السجارة لغاية ما اخرها يعني، فياخدها يولعها. وفي بعض الناس يعني شافوا حاجات زي كده، فده بيبتدي بدري قوي. بعد ما استنفذ المتعة اللي جاية من النيكوتين، بيبحث عن متعة اخرى اعلى، لان ده يعني سلوك البشر العادي، ان انت عايز اكتر حاجة. يعني وصلت المتعة، طب ما تجرب حاجة كمان. طبعا والسن الصغيرة بتبقى السن التجريب واكتساب الخبرة الذاتية، ان انا بعمل حاجة انا عايز اخد الخبرة، انا اللي اعملها، مش انت تقول لي خبرة معلبة او خبرة سابقة التجهيز. يبقى الاول النيكوتين، بشتري سجاير، الاول فرط وبعدين علب، وبعد كده بعمل ايه؟ بلف سجاير، يعني اجيب السجارة وتدخل في مكوناتها. ده اكتر حاجة بتدخل في مكوناتها هو ايه؟ الحشيش. يبقى الخطوة التانية دايما بتبقى الحشيش. ايه؟ طب ايه اللي فكرك بده فجأة كده؟ ألف سجارة، اللي هو اللي بيسموه الجوان. الجوانات دي عبارة عن ان انا خدت حتة حشيش حطيتها في السجارة ودخنتها، خلاص؟ طيب دي الخطوة التانية. بعد كده في هيراركي كده، يعني في نموذج بيزداد في العمق. الأول سجارة وبعدين حشيش، كويس، بيبتدي كده وبعدين بيتاخد بأي طريقة تانية، وبعدين بجرب الخمور، أي خمرة، أي حاجة فيها كحوليات باخدها، وبعد كده بدخل على الكيمياء. الكيمياء يعني إيه؟ الكيمياء يعني أدوية، أصلا أدوية، ولكني أستخدمها في غير مجالها. طب إزاي أفرق بين المريض اللي بياخد أدوية عشان مدمن عليها، والمريض اللي بياخد أدوية عشان هو مريض محتاج لهذه الأدوية؟ أول حاجة إن الشخص اللي هو بياخدها علشان الإدمان طبعا بيلف على صيدليات كتير، كويس، لأن دي أدوية بتتباع. هتقولي صعوبة الروشتة؟ لا، بيتصرف في الروشتة. وبعدين بياخد الحاجة فورا، يعني على باب الصيدلية أو جوه الصيدلية ياخد الحاجة، ما يستناش. المريض هيستنى لان هو الدكتور قال له خدها 3 مرات في اليوم، فايه اللي يخليني اخدها دلوقتي؟ فدي واحدة، بياخد
فورا وبياخد كل الكمية. المريض ما بياخدش كل الكمية. دول الفرقين الرئيسيين اللي خليك تعرف المدمن اللي بيخش الصيدلية ده مدمن عليها ولا مش مدمن عليها. دخلنا في الحبوب. الحبوب دي انواع، فيها في حاجات مهدئة وفي حاجات منشطة وفي ادوية كحة وهكذا. طيب انا باخد طبعا، انتوا عارفين ان في امخاخ محتاجة للتنشيط وفي امخاخ محتاجة للتهدئة، وعشان كده مش كل واحد بياخد مادة بينبسط بيه. كل واحد فينا بينبسط بحاجة معينة، الحاجة اللي تتناسب مع احتياجاته الجسدية او احتياجاته السيكولوجية وهكذا. بعد الكيمياء اللي هي ادمان المواد الطبية او الدوائية، كويس، ثم اللي بعد كده عندنا ايه؟ البودرة والافيونات ومشتقاتها وهكذا. طبعا في بلاد تانية اعلى منا، في بلاد بقى عاملة كوكتيلات، يعني الافيون على الكوكايين، تلاقي كده في كل بلد فيها حاجات، لكن ده اللي موجود عندنا. يبقى السؤال التاني المهم اللي بيخليني اعرف الشخص ده مدمن ولا لا من الناحية العملية، هو انا هاخد ايه النهاردة. المدمن لو انت يعني ايه منعت عنه كل حاجة هيدور على حاجة ويعملها. ظهر طبعا في السنوات الاخيرة حاجات زي اللاينورين مثلا، حاجة يعني احنا بنتعلم من المدمنين. دايما عالم الادمان المدمنين متقدمين عن الاطباء، زي ما في عالم الجريمة الحرامية متقدمين عن البوليس. هما بيعملوا حاجات هما اللي بيكتشفوها واحنا بنبتدي نحاربهم، فهما دايما سابقنا. طب هما ليه سابقنا؟ هل هما اذكى؟ لا، لان هو حياته كلها مرتبطة بالادمان فلازم يتفنن فيه. لكن انت حياتك مش مرتبطة بالادمان، انت عندك مليون الف حاجة شغلاك. يبقى المدمن عشان تقول انه مدمن، هما دول السؤالين اللي تدور عليهم. هاخد ايه النهاردة؟ هجيب فلوس منين؟ برضو سؤال، هل لو انا اكتشفت ان ابني مدمن هل ان انا اعمل ايه؟ اواجهه؟ طب ما انا لو واجهته هيتبجح. يعني في الاول بياخد الحاجة وهو مش عايز حد يعرف، زي ما احنا شفنا ان هو بيبيع حاجات مش يعني حاجات يعني ما تبينش انه مدمن. ولكن بعد شوية ما دام انت عرفت ان انا مدمن، هات فلوس بقى عشان اروح اخد اللي انا باخده، ويبتدي يبقى عنيف. فالمواجهة فقط خطأ. طب اعمل نفسي مش واخد بالي؟ طب ما انا لو عملت نفسي مش واخد بالي الموضوع هيزيد. طب ما اعمل ايه؟ احنا بنقول وانت بتواجهه وفر له طريقة للعلاج. يعني لازم تعمل كابلينج يعني تزاوج في نفس الوقت. لما تواجهه عالجه، مش تواجهه كده وخلاص، لانك لو واجهته كده وخلاص المشكلة هتتفاقم وهتزيد. طبعا دي اللي احنا قلنا عليها، مواد الادمان اللي هي الحشيش وانواع والخمور وادمان الكيمياء. وطبعا خلي بالكم من حاجة، ان الادمان بيتغير من وقت الى وقت حسب توفر المادة، حسب توفر الفلوس. لكن المدمن طالما ان هو مزاجه انه ياخد حاجة يبقى لازم ياخد حاجة. ايه الحاجة دي بقى؟ بتتغير من مكان لمكان ومن وقت لوقت حسب امكانياته وظروفه. طيب طبعا ده كلام كل الناس عارفاه. الناس يعني هل في استعداد وراثي للادمان؟ في ناس وجهة نظرها كده، ان في اللي بيخش في الادمان ده عنده استعداد ما، يعني زي ما تكون الادمان ده بيكشف ان هو عنده استعداد. طب واحنا عندنا طبعا في ارقام كانت اتعملت، مش عارف المجلس الاعلى، مش فاكر كان اسمه ايه المجلس اللي عمل كده، قال ان كل 16 واحد بيجربوا اربعه بياخدوه في مناسبات اجتماعيه وواحد بيبقى مدمن. يعني ايه؟ احنا عندي ثلاث انواع من التعاطي. في تعاطي تجريبي اللي هو اكسبيرمنتال، يعني انا عايز اجرب الحاجه دي، ايه البودره اللي انتوا بتتكلموا عليها دي، عايز اشوفها. خلاص ده اسمه تعاطي تجريبي. وفي تعاطي اجتماعي اللي هو سوشيال انتيك، اللي هو ايه؟ اللي هو انا باخده في مناسبات، في فرح. دايما في كل فرح اللي فيكم بيحضروا افراح كده هتلاقوا ترابيزه معزوله خالص فيها ناس ملهاش علاقه باللي بيحصل في الفرح. دول بياخدوا حاجات بقى طول الوقت عمالين ياخدوا بلبعوا حاجات، يعني فاهم؟
فده اسمه التعاطي الاجتماعي. طب هل في الافراح بس؟ كل المناسبات الاجتماعيه فيها كده، اعياد الميلاد، اسباب النجاح، المصيف، اي حاجه، لكن ده اسمه سوشيال انتيك. وفي ريجولار انتيك اللي انا بقيت مدمن فعلا. هل كل اللي هياخد حاجه هيتحول لمدمن؟ لا، واحد من كل 16 بس اللي هيبقى مدمن، الباقيين مش هيكملوا كده. يعني 16 هيجربوا، 4 هيستمروا ياخدوه في مناسبات اجتماعيه، وواحد هيتحول الى مدمن. والارقام دي اتغيرت، بقت 25 5 1، يعني نفس الكلام نفس الفكره يعني. طيب ما تعرفيش فعشان كده ما تخطريش، لان في واحد يقول لك انا ما يهمني، انا مش هبقى مدمن. لا، بيقع غصب عنه لو هو عنده الاستعداد الوراثي، لان الامراض كلها ايه؟ امراضنا كلها اسبابها ايه؟ استعداد وراثي وظروف بيئيه تظهر هذا الاستعداد. فلو عندك استعداد وراثي انت هتعرفه منين؟ مش هتقدر تعرفه. امراض، في امراض نفسيه اتكلموا عليها زملائنا قبل كده، وامراض عضويه واضطرابات شخصيه، ولكن في حاجه اسمها تاثير الاقران، ودي مهمه جدا، لان الاقران تاثيرهم على الشخص اكتر بكتير جدا من الاب والام. الاب والام ما بيربوش على فكره، معلش يعني مع احترامي الشديد لكل الاباء والامهات، انت بتربي في اول سنين بس، بعد شويه اللي بيربي البني ادمين حاجات تانية خالص غيرك انت، اهمها الاصدقاء. طب ليه؟ لان الاصدقاء دول ما بينتقدكش، عندهم حاجه اسمها التقبل. يعني ايه التقبل؟ يعني انت مدمن وبتعاكس بنات وبتشرب خمره، وايه يعني؟ انا مالي، انت حر في نفسك. عمره ما واحد فيهم هيقول لك عيب وحرام وغلط، لكن الاباء والامهات عايزينك تتغير علشان ايه؟ علشان هم يتقبلوك. فاهمين ازاي؟ فتاثير الاقران، وهم دول اللي بيدخلوا يعني دخلوا بعض في المشاكل دي. وعندنا حاجه اسمها فراجايل ايج، لكل ماده ادمان في سن حرجه، السن دي هي اللي بتحدد هيخش فين في الادمان ولا لا. يعني ايه؟ يعني انا ما اجيش مثلا في ابتدائي واتكلم على البودره، لان انا لو اتكلمت على البودره هو هيروح ايه البودره دي يا بابا؟ بابا مش هيقول له حاجه، يقول لصاحبه في المدرسه لغايه ما يروح ياخدها. يعني انا لفت نظره ان في حاجه اسمها البودره. مثلا الفراجايل ايج بالناس بالنسبه للتدخين من 11 ل 13 سنه، يعني ده الوقت اللي تتكلم فيه على التدخين، لان ده الوقت اللي فيه خطوره للتدخين. كويس؟ طيب ايه اللي حصل؟ مش عارفه هم حاسبين بالوقت ولا ايه، مش قادره يعني. خلاص انا هكمل من غير سلايد، مش هتفرق ده، يعني نهايه يعني لا، يعني ممكن حد اعدام بس اعدام للمحاضره. احنا عايز السلايدز بعد اذنك دكتور ماجد. دكتور ماجد، انا طولت عن المده الظاهر. دكتور ماجد، السلايدز بس قفلت على الدكتور محمد. اكمل ولا اقف؟ لا لا كمل حضرتك، هم هيظبطوها دلوقتي. طيب اتفضل. احنا اتكلمنا على 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 السن الحرجه، كويس، اللي هو فراجايل ايج. بس السن كيو، يعني السن كيو كتر خيره يعني. موقفني على حافة. طيب مسألة توفر المادة، طبعا دي برضو من الحاجات ان المادة يعني مثلا عندنا الناس اليمنيين اللي بيخزنوا قات، القات ده مادة منشطة برضو عشان الناس تبقى فاهمة كده، حاجة بتصحصح يعني، اكمنه موجود في اليمن بياخدوه، لكن خرجوا برا اليمن خلاص ما بتبقاش مشكلة. فتوفر المادة دي مسألة خطيرة. وان كان مثلا احنا عندنا الحشيش بانواعه، في بلاد كتيره دلوقتي اصبحت تقننه لانه ماده علاجيه. هو ماده علاجيه لحاجات مثلا الجلوكوما اللي هي ارتفاع ضغط العين، مثلا الاعراض الجانبيه بتاعه المواد اللي هي اسمها كيمو ثيرابي، العلاج لما حد بيجي له اورام بيشيل الورم وبعدين يعالجه بالكيماوي. الكيماوي ده بيعمل اعراض جانبيه سيئه جدا، الحشيش بيضيع كده. يعني له استخدامات طبيه، خلاص؟ وفي بلاد بتبيحه حتى بس تاخد كميتك مش تتاجر فيه.
طبعا دي نقطة مهمة جدا ان فريق العلاج زي ما انتم شايفين متعدد، في الطبيب النفسي والاخصائي النفسي والاجتماعي والتمريض والمدمنون المتعافون. عايز اقول حاجة مهمة جدا، هل الادمان ممكن شفائه؟ الاجابة نعم، نعم، ولكن بتوفر شرطين، في شرطين مهمين عشان الناس تخف من الادمان. حاجة اسمها اتاتشمنت اللي هو الارتباط، يعني انت لازم وانت بتتعالج ترتبط بواحد من دول، تثق فيه، هو ده اللي لما هتغلط هتروح تقول له، كويس. وحاجة تانية اسمها تشينج. تشينج يعني ايه؟ يعني التغير، يعني ما ينفعش ارجعك لنفس البيئة اللي خلتك تبقى مدمن، يعني لازم يعني اغير حاجة عندك، اغير حاجة في البيئة بتاعتك. اللي بيتوفر لديه الشرطين دول هو اللي بينجح، الاتاتشمنت والتشينج اللي هو التغير والايه والارتباط. وطبعا ميزة ان انا عندي تخصصات مختلفة، ان التخصصات المختلفة دي كل واحد له خلفية علمية مختلفة، له طريقة مختلفة، له شخصية مختلفة، فانت بتدي فرصة للمدمن ان هو يتعامل مع يعني نوعيات مختلفة من البشر، وبالتالي يلاقي للناس. طيب هخلص انا في السلايد دي. الادمان في العلاج ثلاث مراحل كبار. مرحلة اسمها ازالة السموم، ان انا المادة السامة اللي هو بياخدها بلاشيها. بلاشيها ازاي؟ ما عندناش احنا كتير من الادوية اللي تضاد المادة السامة بطريقة مباشرة، ولكن احنا بنعمل ايه؟ بنعمل علاج اعراض. يعني انا عندي وجع بدي حاجة مسكنة، عندي ارق بدي حاجة تنيم، وهكذا. دي المرحلة دي بتاخد من اسبوع لاسبوعين تقريبا يعني. بعدين حاجة اسمها مرحلة اعادة التأهيل. يعني ايه اعادة التأهيل؟ يعني انا بدور على نقاط الضعف والقوة اللي عند هذا المدمن واتعامل معاه. نقاط الضعف احاول اغطيها، ونقاط القوة بحاول ازودها. يعني انا مثلا تقول له انت ليه بطلت؟ عايز تبطل ليه؟ انا عايز ابطل عشان ابني ده لما يكبر ما يلاقينيش مدمن. يعني نقطة ضعفه هو ابنه، يبقى انا لازم اركز على ده، عشان بعمل حاجة حرام، عشان بخلص فلوسي، عشان مشاكل قضائية. طيب المرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الثالثة، أنا آسف، اللي هي مرحلة الرعاية اللاحقة. إعادة التأهيل دي بتاخد من 6 شهور لسنة. الرعاية اللاحقة دي اللي أنا بتابعه بعد كده في العيادة الخارجية، في 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 مثلا في 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 جروبس، دي بتاخد وقت من سنة ممكن لطول العمر. اخر حاجه حاجات منع الانتكاسه، يعني طبعا دي لها برامج خاصه بيها دي. المهم ان عايز اقول ايه، ان الادمان يعالج في مراحل، وان الادمان علاجه طويل المدى، وان الادمان محتاج تخصصات كتيره ومحتاج تقبل. ويعني كل زملائنا اللي اتكلموا اللي انا سمعتهم يعني اتكلموا على كده، ان انت مش لازم تبقى انتقادي، مش لازم تبقى محسسه ان هو انسان فاشل وانسان يعني مخطئ وهكذا، لا، يعني محتاج فني، محتاج فني عشان تتعامل معاه. انا هقف كده وبشكركم، وارجو ان المحاضره تكون مفيده.